وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. لله الحمد والمنة، عدنا إلى حضراتكم اليوم ونحن في مهلة أمهلنا الله عز وجل إياها، ربما يعني 3 أيام إمهال من الله تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل يقيض لهذه الشاشة المباركة من يقضي عنها ديونها المستحقة للجهة الإدارية. على العموم، نحن يسعدنا أن نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. الزوج قال لزوجته: انت كده حرمانة علي، فما حكم هذه اللفظة؟ الله يسامحك أيها الزوج، ليس هذا من المعروف بين الزوج وزوجته، إنه عمال على بطال يحلب بالطلاق، علي الطلاق مش عارف ايه، علي الطلاق ايه، فضلا عن ان هذه الايمانات محرمة، لانها ايمانات او حلف بغير الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون اخبرنا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. واهل العلم يقولون ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون بلفظ صريح، كان يقول الزوج لزوجته أنت طالق، أو أن يقول لها معلقا الطلاق على شيء باللفظ الصريح أيضا: لو فعلت الشيء الفلاني تكوني طالقا. أما النوع الثاني من الألفاظ فهو ألفاظ الكنايات، كأن يقول الزوج لزوجته: انت كده خلصانة مني، او انت كده ما تلزمنيش، او انت ما عدتيش تعيشي في البيت ده تاني، او انت حرمانة علي. كل دي الفاظ محتملة لمعنى الطلاق ومحتملة لمعنى اخر. الفيصل في هذه الالفاظ اللي بنسميها كنايات هو قصد الزوج ونيته. فإذا قال الزوج: أنا قصدي من هذا اللفظ الطلاق بالفعل، في هذه الحالة تكون اللفظة كناية والنية فسرتها على سبيل القطع واليقين أنه قصد وأراد بها الطلاق، فيقع الطلاق في الحال. أو أن يقول الزوج: أنا لم أقصد الطلاق بهذه اللفظة، مثلا أنت حرمان علي، لأنها تحتمل معاني متعددة. حرمان علي ممكن يكون الزوج قصده أن يمنع نفسه عن زوجته في المعاشرة الزوجية، اللي بيسمى في الشرع الإيلاء: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، إلى آخر الآيات. فإذا قصد هذا فلا يقع طلاقا بهذه اللفظة مع هذه النية ومع هذا القصد، إنما يقال له في هذه الحالة: معاك
مهلة قصوى 4 أشهر. لو كسرت 4 شهور وتجاوزت 4 أشهر فالزوجة في هذه الحالة لها أن ترفع أمرها للقاضي متضررة منك لاعتزالك إياها 4 أشهر أو تزيد، وتطلب الطلاق في هذه الحالة للضرر. طب الزوج يعمل إيه قبل أن يتجاوز مدة 4 أشهر؟ على الزوج في هذه الحالة أولا أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله تبارك وتعالى ويندم على ما فعل. الأمر الثاني عليه أن يكفر عن يمينه ويعود لمعاشرة زوجته، ويكفر عن يمينه إما بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام إن كان عاجزا عن الإطعام. لسه في تفصيل لكن خلونا ناخذ الاتصال ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي تفضلي. ازيك يا أبي؟ الله يكرمك يا بنتي الحمد لله. ربنا يطول عمرك ويحسن عملك وينفعنا بعلمك ويزيدك من فضلك. الله يكرمك. يا أبي بعد إذنك أول سؤال، يعني أخت منتقبة هتروح الكوفير تعمل تشقيق، فهل هي ينطبق عليها إن هي كده يعني بتجلس جلسة زور، وينطبق عليها الحديث اللي بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره، أم هي رايحة بس للتشقيق مش هتعمل حاجة حرام؟ بس عايزين نعرف يجوز إنها تروح ولا لا؟ حاضر. ده أول سؤال. ثاني سؤال، أختي صلت الفجر وبعد ما خلصت صلاة الفجر لقيت إن الحيض نزلت، بس هي نزلت في أثناء الصلاة كده، فهي كده تأثم؟ حاضر. السؤال الثالث بعد إذنك يا أبي، أخت منتقمة زي إسلامي كامل بتلبس اللون الأسمر، فهي بتلبس كوتش أبيض يجوز؟ حاضر. فجزاكم الله خيرا. الله يكرمك يا بنتي. عليكم السلام ورحمة الله. طيب السلام عليكم. سلام. اتفضلي يا بنتي. ايه معاك حضرتك الشيخ. اتفضلي معاك. اتفضلي يا بنتي. ايه السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك انا خطيبي اخد كارد عشان خاطر عايز يتجوز فيه ويجيب اوضه نوم ويجيب كل حاجة، وانا رافضه كنت الموضوع ده، وهو قال لي مش معايا فلوس ان انا اتجوز بيها، ما انا ما اعرفش اسيبه ولا اعمل ايه، ممكن ترد علي حضرتك؟ وهياخد قرض من بنك يعني قصدك؟ بالمن طيب حاضر. ما اعرفش ممكن ترد علينا، انا ما اعرفش، انا الصراحه اكمل معاه مش وانا بقالي 2 سنين مخطوبه، ما هو فاضل لي 2 شهر، اكمل معاه يا اسيبه؟ طيب حاضر هجاوبك يا بنت ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أيوة فضلت الشيخ. فضلي معاك فضلي. بقول لحضرتك أنا مريض السكر وزوجي مريض السكر، بس أنا باخد أنسولين وزوجي بياخد برفين، فهو راح التأمين قال له تاخد أنسولين، فقال له اكتب له أنسولين بس في نيته عشان يجيبه لي أنا مش ياخده هو، قال أنا ما أقدرش أخد أنسولين، وجاب الأنسولين في البيت قال له خديه أنت، أنا مش هاخد أنسولين أنا هاخد برفين. هي بطاقة شخصية ولا بطاقة للأسرة كلها؟ لا بطاقة بتاعته هو، تأمين صحي خاص بيه هو. بتاعته هو. طيب. فهو ليه الدكتور قال له ليك أنسولين، قال له طب تاخد برشام ولا أنسولين يا حاج؟ قال له لا أخد أنسولين، فقلت له طب أنت هتاخده؟ قال لي لا أنا جايبه عشان ترديه أنت بدل ما نشتريه من بره، وأنا كده كده بشتري البرشام، أخد بدل البرشام أنسولين للتأمين وأنا أشتري برشام من الصيدلية. حاضر. هل يجوز أخده؟ حاضر هجاوبك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مثلا بركة في السؤال الأول، آخر أوقات للصلاة يعني تكون إمتى؟ يعني صلاة الظهر آخر وقت للظهر مات والعصر مات، يعني بارك الله فيك. السؤال الثاني جزاك الله خير، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على الجاهل كفضل على أدناكم، جزاك الله خير. حاضر. حاضر. طيب احنا كنا لسه بنكمل، انت حرمانة عليا، ممكن يقصد بها الإلاء زي ما قلنا، وممكن يكون قصده بها الظهار، حرمانة عليا يعني زي أمي أختي كما يقولون. وفي هذه الحالة
هيبقى الأمر أصعب شويتين، لأنه فيه الكفارة العظمى، فكفارته صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فإن كان عاجز عن الصيام شهرين متتابعين، 60 يوم متتابعة، شهرين متتابعين، يبقى في هذه الحالة هيطعم 60 مسكينا برضو من قبل أن يتماس. أو يقول الزوج أنا أصلا ولا أقصد ظهار ولا أقصد الإيلاء ولا أقصد الطلاق، أنا أقصد التخويف والزجر والتهديد للزوجة. نقول له في هذه الحالة عليك الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح وعدم العودة إلى هذه اليمين، لأن هي يمين محرمة أصلا كما ذكرت في أول الإجابة. وفي هذه الحالة ليس عليه كفارة إلا إذا أوقعت المرأة اليمين، فهو يقصد بها اليمين ويقصد بها الحلف، لا يقصد لا طلاق ولا إيلاء ولا ظهار. وفي هذه الحالة إن أوقعت المرأة اليمين عليه كفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا، وإما أن يصوم 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنتنا المتصلة الأولى الله يكرمها كانت بتسأل عن الأخت المنتقبة ستذهب إلى محل الكوافير، هي رايحة عشان تعمل تشقير، لكن السؤال من أختنا من بنتنا المتصلة هل يجوز إن هي أصلا تذهب إلى هذا المكان مع علمها أن هناك معاصي اللي هي اللي ورد فيها لعن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة وإلى آخره. من ناحية يجوز لأن هي ليست شريكة في هذه الآثام ولا في تلك المعاصي، إنما ذهبت لشيء مباح ألا وهو التشقير، خاصة إذا علم أنه لا يعمل التشقير إلا على يد المتخصصة دي اللي هي في الكوافيرة المعروفة. فإذا كان في مكان آخر، يعني لو في أخت تعمل للأخت نفسها في البيت، هذا أفضل من نحن نذهب إلى هذه الأماكن التي فيها معاصي وذنوب لله تبارك وتعالى، يخشى على الإنسان أنه يعني يقع على الناس شيء من عذاب الله سبحانه وتعالى فيصيبنا شيء من العذاب. وحبذا لو عملت التشقير ثم نصحت صاحبة الكوافير أو المهنية اللي موجودة أنه النمص والوشم والوصل والكلام ده كله من المحرمات والكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون بذلك نصحت وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، ويكون هذا في حقها أفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال بنتنا الثاني أن الأخت صلت الفجر وبعد ما انتهت الصلاة اتضح انه الحيضة نزلت اثناء الصلاة، هل هي آثمة؟ لا، ليست آثمة. ليه؟ لانها بدأت الصلاة ولم تكن الحيضة نزلت بعد. لكن النصيحة انه ما من امرأة ولا فتاة الا وهي تعلم مقدمات حيضتها، يعني في امارات، في قرائن، في علامات للحيضة عرفها البنت وعرفها المرأة أيضا، يعني بسبب اعتيادها عليها شهريا لمدة مدة طويلة. فإذا كان الإنسان المرأة الأخت أدركت أن هناك علامات الحيضة فلازم تحتاط. يعني إيه؟ يعني تستوثق أولا قبل الشروع في الصلاة مباشرة أنه لم ينزل شيء حتى اللحظة. فإذا كانت تأكدت مع وجود العلامات والقرائن اللي هي فهمها ومتعودة عليها، فمعنى كده الحيضة جاية خلاص. فإذا تأكدت قبل الدخول في الصلاة مباشرة أن شيئا لم ينزل حتى الآن، ثم دخلت الصلاة ونزل منها شيء دون شعور منها، ففي هذه الحالة لا شيء عليها، لا تأثم، اتقوا الله ما استطعتم. وهي اتقت الله ما استطاعت ونظرت حتى قبل الشروع في الصلاة مباشرة. طيب هنفترض جدلا ان هو بالفعل فعلت هذا ونزل شيء في الصلاة فأحست به، خلاص إذا أحست بشيء نزل أثناء الصلاة وهي عارفة ان القرائن والعلامات موجودة، في هذه الحالة عليها ان تخرج من الصلاة فورا، لأنها لم تعد أصلا في صلاة، لأنها دخلت في الحدث الأكبر
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال بنتنا الثالثة الله يكرمها بتسأل عن الأخت المنتقبة ما شاء الله، لكن مع حرصها ومحافظتها على يعني كامل الحشمة وكامل الحجاب الشرعي، لكنها تلبس الكوتش الأبيض. من حيث المبدأ ليس هناك مانع أن المرأة تلبس الحذاء الأبيض أو الحذاء الأسود أو الحذاء البني أو غيره، ليس هناك مانع شرعي، لا أعلم دليلا شرعيا يمنع ذلك أو ينهى عن ذلك، اللهم إلا إذا كان الكوتش ميال للصفة الرجالي، يعني أميل أن يكون كوتش رجال وليس كوتش نسائي. في هذه الحالة نقول لها ما يصحش، يكره لك ذلك بشدة. ليه بقى يكره لك؟ مش عشان البياض أو عشان السمار والبني والكلام ده، إنما عشان مشابهة الكوتش للحذاء أو الكوتش الذي يلبسه الرجال. ليه؟ لأنه ورد النهي عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ورد الحديث عن عبد الله بن عباس بصيغة أوضح شويتين، قال عليه الصلاة والسلام: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الرجل يمشي مشية المرأة، ولعن المرأة تمشي مشية الرجل. فإذا كان الكوتشي ميال أن يكون شكله رجالي في هذه الحالة لا، هو ده الغلط، مش مسألة اللون الأبيض واللون الأسود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا برضو المتصلة الله يكرمها بتقول، هي مخطوبة بقى لها سنتين وخطبها لحد دلوقتي، يعني عشان الظروف العامة للبلد ومحالة الركود والبطالة ومش عارف كلام الأسباب المعروفة ديت، بالإضافة طبعا إلى بعدنا في الغالب عن الله عز وجل وعن إقامة واجبات الله وفرائض الله عز وجل، وأيضا بسبب كثر الذنوب الناس ومعاصي الناس، فيعني ما فيش حيلة، مش عارف يتزوج، مش عارف يتمم زواجه ويجيب عفشه كما يقولون، فلم يجد سبيلا إلا القرض. فالبنت الله يكرمها عشان مراعاة لحدود الله عز وجل جزاها الله خيرا بتسأل أكمل معاه مع أنه جاب القرض اللي هو الربوي بفائدة ده، ولا ما كملش؟ والله شوف يا بنتي، ابتداء إذا كان هو اضطر إلى القرض لأنه لم يجد سبيلا لإتمام نكاحه في ظل المجتمع الذي يعج بالفتن في الليل والنهار، ولم يجد سبيلا آخر عشان يتمم النكاح والزواج، فإن شاء الله عز وجل مع كونه مضطرا لا شيء عليه. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. مش معنى كده ان احنا بنحل القرض الربوي، لا، القرض الربوي حرام على كل الناس ما لم يكن واحد من هؤلاء الناس مضطرا. المضطر بيأكل الميتة، مع ان الميتة حرام وعلى كل الناس حرام الا على المضطر. المضطر يجوز أن يقترض ولو بالربا، مع أنه الربا ممنوع كلنا نقترض بالربا لأن احنا مش مضطرين، لكن لو اضطر الإنسان منا أنه يقترض بالربا، فالله عز وجل لكونه معذورا يرأف بحاله ولا يعاقبه ولا يأثم في هذه الحالة، لأنه مضطر، والمضطر له حكمه، والمكره له حكمه، له عذره. فإذا كان الشاب ده مضطر، خلاص يا بنتي لا عليه شيء ولا عليك شيء إن شاء الله عز وجل. طيب هنفترض جدلا إن هو لم يبذل الجهد الكافي عشان يدبر أموره ويستلف من هنا مثلا قرض حسن من حد قريبه ولا صاحبه، ولا يعمل جمعية كما يفعل بعض الشباب أو كثير من الشباب، إنما استسهل موضوع القرض. في هذه الحالة نقول غلط، غلط إنه يستسهل موضوع القرض، بل حرام ان هو يستسهل موضوع القرض اللي بفائدة ربوية. ولكن اسمه في هذه الحالة على نفسه، لا عليك من هذا الاسم شيء. ليه لا عليك من هذا الاسم شيء؟ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى،
ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وألا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان يعاقب على ذنب نفسه ولا يعاقب غيره على ذنبه إلا إذا كان سببا فيه. فأنت في هذه الحالة أنت ليس عليك شيء ولا يلحقك إثم، فعشان كده بنقول لك يا بنتي كملي، لأنه في الحالتين إما أن يكون مضطرا فلا إثم عليه ولا عليك، وإما أن يكون غير مضطر فإن كان من إثم فعليه وليس عليك من الإثم شيء. فكملي، ربنا يبارك فيك يا بنتي، وربنا يقضي لنا ولكم بالخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها بتسأل عن مريض السكر. مريض السكر، هي مريض السكر بتاخد الأنسولين، نسأل الله لنا ولها الشفاء والعافية ولجميع مرضى المسلمين. والزوج برضو مريض سكر عافاه الله وشفاء، لكن بيتناول الأقراص. طيب هنقف عند هذا الحد وناخد اتصال ولا اتنين وبعدين نرجع للحجة مريضة السكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك يا رب ويشك قلبه إلى إخوانا على خير إن شاء الله. الله يكرمك يا بنتي، بارك الله فيك. بقول لحضرتك والله أنا عندي 4 أسئلة سريعة هقولهم عشان وقت حضرتك. خير يا رب. ما هو الجليس الصالح للمرأة في القبر؟ السؤال الثاني، ما هو فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ السؤال الثالث، لو في حد يعني واحد دايما بتتوضى وبعد ما تتوضى وراح للصلاة بتقعد تغني يعني، بس غزل عنها بتقعد تغني يعني. أيوه. والسؤال الرابع، هو في دليل على ان تحديد الناس لحرام ولا ايه؟ متذكرة قوي. حاضر. بارك الله فيك. تفضلي يا بنت، الله يكرمك. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ شعبان. أهلا وسهلا، تفضلي. أنا رحت الحج في فنادق. نعم. ورحت الحج في فنادق. جميل. وفاهمات يقولوا لنا كل واحد يدفع فلوس عشان البهائم، قالوا فيه شاة وفيه معزة وفيه خروف وفيه يعني. أنا نعم. دفعت من المعزة يبقى علي وز. أنت دفعتي؟ أنا دفعت من المعزة بس. وفي سؤال ثاني لو سمحت. حاضر. لو سمحت في سؤال ثاني. تفضلي تفضلي. معي ابني عنده 31 سنة وعايز يدير يعمل مشاريع، وهنا ما رضيش يبني ويعدل، وأنا معي يعني فلوس وما قدرش علي أقول له حرام حرام، يقول إحنا نبني ونجهز ونتجوز والناس بقت نصها بدرك، ومعي الفلوس خايفة أحطها في البنك عشان الربا مش راضي أحطها في البنك. أعمل إيه يا عم الشيخ؟ طيب خير ان شاء الله. ان شاء الله. ودينا رقمك لو سمحت. حاضر، الشباب هيعطوه لك ان شاء الله. في اتصالات ثانيه يا استاذ علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا بنتنا، اتفضلي. ايوه، سيكون الجليل جزاك الله خير. الله يكرمك ويصلح حالك يا رب ويفك كربك وكرب لي. امين يا رب. امين يا رب. يسلم لكم امرك. عندي سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضلي. بنتي كانت مخطوبه يعني المحاسب في بنك رضوي، فلما سالنا بعض الشيوخ وقالوا المال شبهه، فيعني رجعنا له حقه كده. فبقى لها فتره زي 3 سنين، ومن ساعتها كل ما يجي لها حد ما يكلمني فزوجي بيقول لي انت ظلمناه، فرأي حضرتك ايه؟ حاضر. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. اتفضلي. سمعت الندى؟ ايوه اتفضلي، معاك اتفضلي. لو سمحت عاوز رقم الشيخ شعبان. حاضر، الشباب هيعطوا لك، خليك على الخط وهيدوا لك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم. الله يبارك فيك يا عم شعبان، الله يبارك فيك ويسترها معاكم يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. لو سمحت يا عم شعبان، سؤال كده مهم جدا يعني. تفضل.
في ولد عاصي شوية طول عمره كده متعب. نعم. تعب أهله لدرجة إن باعوا البيت أكتر من مرة، باعوا البيت يعني، وهو خد نصيبه وخد له مكان خد بيت. أيوة. بيمد إيده وبيعمل حاجات غلط وبيغلط في أمه وبيعمل الحاجات دي كلها. المهم لإخواته كده هو زهقوا منه كله، المهم باعوا البيت وخد حقه وهو متزوج وكل شيء. نعم. حاليا دلوقتي مثلا أمه قاعدة لوحدها لأنها ست كبيرة. فأنا زوج أختها وخدتها عندنا مثلا وقعدت موجودة. هل يحق ليا لأن الولد ده لمعرض إيده طويلة؟ إيده طويلة وبيسرق وبيعمل وكده. نعم. فمش عارف، قلت له ما تجيش هنا وكده، فعلينا وزر ولا إيه؟ حاضر. واخد بال حضرتك، وهو يعني ما فيش فايدة على طول إيده طويلة وبتاع والكلام ده ويكذب أمه وبتاع. فهل علينا وزر ولو عملنا كده ولا إيه يا حضرتك؟ حاضر يا عمنا، حاضر. حاضر إن شاء الله. نرجع لأختنا مريضة السكر والأخ الزوج مريض السكر، هو عنده بطاقة التأمين الصحي، بيروح للطبيب المختص في التأمين بيصرف أنسولين اللي هو ما بيستعملوش عشان الزوجة تستعمله، وهو بيشتري الأقراص من الصيدلية. العمل ده في حد ذاته غلط. إيه وجه الغلط فيه؟ التدليس على الطبيب. يعني الطبيب انت بتاخد ايه يا عم الحاج؟ باخد انسولين يا ابني. يوم الطبيب يكتب الانسولين، لانه طبعا للاسف الشديد ما فيش ملفات طبيه في الغالب في يعني عيادات التامين الا ما ندر يعني. لو كان في ملف طبي كان الطبيب هيفتح الملف بتاع المريض الفلاني، خلاص بيبقى عارف المرض وتشخيص السابق وعارف الأدوية السابقة وعارف الأدوية المستديمة، فمش هيسأله السؤال ده. لكن هو بيسأل عمنا الزوج انت بتاخد ايه يا عمي؟ يقول له باخد أنسولين. يوم الطبيب يكتب له الأنسولين، هو ياخد الأنسولين للزوجة ويروح يجيب هو الأقراص من الصيدليات. طبعا عشان الأنسولين أحيانا بيبقى شاحح في الصيدليات، والأنسولين أغلى شوية، الأقراص أرخص شوية، وبالتالي هو بيستفيد بكده. الشغلانة دي على بعضها كده من حيث المبدأ غلط. ليه؟ لأنه بطاقة التأمين خاصة بصاحبها، لا تمتد إلى باقي الأسرة، لا تغطي الأسرة، فدي بطاقة تمويل الموظف ولا العامل. إذا كان محتاج للدواء الفلاني بياخده، إذا مش محتاج للدواء الفلاني وأخذ الدواء الفلاني عشان يديه لغيره، في هذه الحالة يكون قد ارتكب خطأ واستباح شيئا من المال العام. احنا كده كده يا عمنا بنشتري دواء من الاثنين من الصيدلية، فالله يكرمك، خلينا نكون أمناء مع الله عز وجل، وأمناء مع أنفسنا، وأمناء مع الطبيب المعالج. وبتاخد ايه يا عم الحاج؟ والله باخد الاقراص الفلانية. خلاص اصرف انت حضرتك الاقراص من التأمين، والحاجة الزوجة نشتري لها كما نتعود او تعودنا واشترينا مرات سابقة من الصيدلية، عشان حرمة المال العام اشد حرمة من المال الخاص. فاحنا مش عايزين يخش علينا من مال البلد، من مال الدولة علينا ولا قرش واحد. ولا يقولن قائل في نفسه ما هو الفساد كتير واللي بيسرقوا كتير وبيسرقوا بالملايين. سيب اللي يسرق، هو حسابه على الله عز وجل، وإن كانت الدولة تستطيع أن تحاسبها تحاسب وتقطع الأيادي. إنما أنت خليك في نفسك، أنت لا تزر وازرة وزر أخرى. وأنا هتأسى بصاحب الباطل، هتأسى باللي بيعمل معاصي، أقول ما هو فلان بيدخن فدخن زيه وفلان بيسرق فأنا أسرق زيه؟ لا طبعا. إنما وطن نفسك على أن تكون مسؤولا عن نفسك أمام الله تبارك وتعالى. فإحنا مش عايزين يدخل علينا قرش كده ولا كده من مال البلد، من مال الدولة، عشان ده حرام. وفي نفس الوقت مش عايزين إن إحنا ندلس على الطبيب ونكذب على الطبيب. بتاخد إيه؟ باخد أقراص. إنما الزوجة هي اللي بتاخد الأنسولين. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الشفاء والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أيها الأحبة الكرام، يعني نحتاج إلى فاصل الآن إن شاء الله، فاصل يسير ونعود بعده فانتظرونا. بارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى حضراتكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير. كان معنا الأستاذ محمد الله يكرمه بيسأل ما هو آخر وقت لأداء الصلوات، يعني صلاة الظهر آخر وقتها إمتى، صلاة العصر آخر وقتها إمتى، المغرب، العشاء، الفجر. الأصل العام الذي اعتمده أهل العلم هو أن آخر وقت للصلاة هو دخول وقت الصلاة التي بعدها، وهؤلاء احتجوا بحديثين مشهورين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني من أدرك ركعة من الصلاة الفلانية قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها فقد أدرك الصلاة. واستدلوا أيضا بالحديث الآخر: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن يأتي الوقت على الوقت، أو أن يصلي الصلاة حين يدخل وقت الصلاة الأخرى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ده الأصل العام، إنه كل الصلوات لها وقت أول ووقت آخر، آخر وقتها هو دخول وقت الصلاة التي بعدها. الكلام ده ما فيهوش مشكلة في صلاة الظهر، ما فيهوش مشكلة في صلاة العصر أيضا، ما فيهوش مشكلة في صلاة المغرب، إنما الخلاف بين أهل العلم هو في صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة العشاء الحنابلة وأهل الظاهر ذهبوا إلى أن آخر وقتها شطر الليل، نصف الليل أو ثلث الليل. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء، أو قال لأخرت العشاء إلى شطر الليل أو إلى ثلث الليل، كما اختلفت الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي ذهب هؤلاء الأئمة من الحنابلة وأهل الظاهر إلى أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل، بينما جمهور الفقهاء يرى أن وقت العشاء ممدود إلى دخول وقت الصلاة التي بعدها، ألا وهي صلاة الفجر، للحديث الذي سبق ذكره: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الخلاف في الوقت الثاني اللي هو وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر عند الحنابلة أيضا وعند أهل الظاهر، بل هو مذهب أهل الحديث عامة، إنه آخر وقت لصلاة الفجر شروق الشمس. ليه؟ لأنه برضو الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. بل ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصرح كثيرا، قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. إنما جمهور الفقهاء من الفقهاء برضو يرون أنه وقت الفجر ليس عند الشروق فقط، إنما يقولون هذا الوقت من ساعة طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، إلى قبل شروق الشمس، هذا وقت الفضيلة والاستحباب. إنما وقت الإجزاء اللي هو الوقت الأوسع يمتد إلى دخول وقت صلاة الظهر، اللي هو إلى ما قبل الزوال، يعني إلى ما قبل أذان الظهر. الخلاف مشهور زي ما ذكرت لحضراتكم في صلاتي العشاء وصلاتي الصبح، لكن بقية الصلوات الأصل العام إنه الصلاة لها وقت أول وهو بعد الأذان مباشرة، ولها وقت آخر وهو قبل أن يدخل وقت الصلاة التي بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر من أدرك ركعة من الصلاة قبل دخول التي بعدها فقد أدرك الصلاة، واعتبر أن التفريط هو أن يأتي الوقت على الوقت، يصلي الوقت بعد دخول وقت الصلاة التي بعدها. يعني يمكن طولت شوية في السؤال ده، لكن معلش هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان سؤال الأستاذ محمد الله يكرمه الثاني اللي هو بيسأل عن حديثه عليه الصلاة والسلام. الحديث من أهل العلم من قال هو حديث حسن، ومنهم من قال هو حديث حسن لغيره، لكن هو حديث مشهور. قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على الجاهل كفضلي على أدناكم. هذا فيه بيان منزلة أهل العلم، فيه بيان منزلة أهل العلم.
وربنا عز وجل يقول في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم هم أرفع الناس منزلة وأعلى الناس قدرا، وهم ورثة الأنبياء كما ورد الخبر بذلك عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وهم شهداء الله وحجاجه على خلقه تبارك وتعالى بعد الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. ولا شك أقوال السلف في هذا الباب أقوال كثيرة، يعني منها على سبيل المثال أنه ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم شرف يدعيه من ليس فيه، والجهل عار يتبرأ منه من هو فيه. حتى الجاهل لو قلنا له يا جاهل يستعيب ازاي وتثور سائرة وتقوم الدنيا ولا تقعد، مع انه هو فعلا جاهل. وبالتالي الجهل عار وشنار، بينما العلم نور وعلو قدر ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا الله وإياكم علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنتنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسأل، بتقول خلاص احنا عرفنا انه الرجل اذا وضع في قبره، اذا مات ووضع في قبره، يأتيه عمله الصالح في صورة رجل حسن الهيئة، حسن الثياب، طيب الريح، يقول الميت: بالله عليك من انت؟ وجهه طبعا يتلألأ نورا: بالله عليك من انت؟ انا عملك الصالح وانا انيسك الى يوم القيامة. طيب المرأة هل يأتيها عملها الصالح في صورة الرجل؟ ويبقى ده إشكال، إزاي هي امرأة ويأتيها رجل ويقول لها أنا أنيسك إلى يوم القيامة؟ ولا يأتيها عملها الصالح في صورة امرأة حسناء وضيئة طيبة الريح وإلى آخره، وتقوم بنفس الدور: أنا أنيستك إلى يوم القيامة؟ بالقول الأول قال بعض أهل العلم، وبالثاني قال بعضهم، مع الوضع في الاعتبار زي الإمام ابن القيم ما ذكر عليه رحمة الله، معنى كلامه يعني إنه رجل حسن الثياب، حسن الوجه، حسن الهيئة، طيب الريح، هذا رجل متمثل، عمل صالح متمثل في صورة رجل، وليس هو رجل على الحقيقة. ففي هذه الحالة ما دام هو ليس رجلا على الحقيقة، فلا بأس حينئذ أن يكون أنيس الرجل وأنيس المرأة الصالحة إلى يوم القيامة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأخت بتتوضى، مش الأخت السائلة يعني، تسأل عن أخت بتتوضى الله يكرمها، وبعد الوضوء بتدندن بكلمات غناء. ما يصحش، ليس هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بعد الوضوء بندندن بالفعل، بس مش بندندن بكلمات الغناء ولا بالشعر ولا بغيره، إنما ندندن بالأذكار المستحبة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعد الوضوء من الأذكار المستحبة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي ذكر في هذا الذكر فضل عظيم جدا، قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأذكار: اللهم اجعلني، زاد الإمام الترمذي على الدعاء السابق: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فدي بيدندن بها المسلم أو المسلمة بعد الوضوء. إنما بعد الوضوء نعكس الكلام ده ونركنه كما يقولون، وبعدين ندندن بالغناء، ما يصحش، يكره هذا طبعا. بل ربما إذا كانت كلمات الغناء والعياذ بالله كلمات فاحشة فيها إيماءات غريزية، أو فيها التعظيم لجهلة ولا لكفرة ولا فيها مش عارف إيه والكلام ده كله،
في هذه الحالة تكون الكلمات ديت محرمة والعياذ بالله، حتى لو كانت بدون موسيقى، مع الوضع في الاعتبار انه في الغالب لما تيجي المرأة او الفتاة بالذات، طبعا عنصر النساء، لما بتيجي تدندن بكلمات غنائية بتدندن بها على نفس اللحن والوزن المعروف اللي هي سمعته في الأغنية ولا في الفيلم ولا في المسرحية ولا في غيره، فيبقى احنا كده جمعنا بين بلوتين. فلو حتى الكلمات ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش يعني محظور شرعي، فده خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لها من باب النصيحة والتذكرة: يا بنتي اتق الله، الله يكرمك، إن من الأذكار الواردة بعد الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام 1-2، وبلاش الكلمات اللي بتقولها دي، خلي الكلام ده في وقت آخر إذا كانت كلمات الغناء حتى مباحة. أما لو كلمات الغناء فيها نوع من الفحش القولي أو نوع من الوصف للغرائز أو الإساءة أو الكلام ده كله، في هذه الحالة نقول لها لا لا لا، اتق الله، لأن الكلمات دي تكون حراما والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بنتنا كانت بتسأل: يا ترى هو تحديد النسل حرام؟ إذا كنا نقصد بتحديد النسل يعني قطعه ومنعه فلا شك أنه حرام، إلا عند الاضطرار. الاضطرار اللي هو إيه؟ الاضطرار اللي هو الأطباء المختصون والطبيبات المختصات أصحاب الخبرة يقولون لهذه السيدة الفلانية: لو حملت فالحمل خطر على صحتك وبقائك وحياتك. في الحالة ديت هنقول لا تحمل عشان الجنين اللي جاي، ولا هنقول لا ده الأم أبقى؟ لا شك في هذه الحالة سنبقي حياة الأم ونقدم مصلحة الأم على مصلحة الجنين، حتى لو كان موجود الجنين في إيه؟ في رحم الأم، هننزله في هذه الحالة لو كان بقاؤه خطر على حياة الأم وبقاء الأم. إذن تحديد النسل بمعنى القطع من غير اضطرار ومن غير حاجة وضرورة لا يجوز على الإطلاق، أولا لأنه خلاف مقصود النكاح، ده من مقاصد النكاح الأساسية الولد، ولذلك تزوجوا الودود الولود، فإني مباه أو قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو تناسلوا تكاثروا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما احنا نيجي نمنع يعني نقطع النسل بالكامل، يبقى في هذه الحالة الغينة مقصود أساسي من مقاصد النكاح. وحتى أن بعض أهل العلم قالوا ده في نوع من قتل الولد، قتل النفس، حتى لو كان جنين في بطن الأم. أيوه، حتى لو كان جنين في بطن الأم، ما هو الإنسان بيخلق مش مرة واحدة كده لحم وعظم وشحم وعصب وروح، لا طبعا، ده في مراحل: النطفة وبعدين العلقة وبعدين المضغة وهكذا، اللي هي المراحل الثلاثة المعروفة: الأربعون والأربعون والأربعون. وبالتالي لو الإنسان مثلا منع فهذا نوع من قتل النسل، منع النسل وقتل النسل واحد. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، خشية إملاق، آية بتخاطب الفقراء، فيقال لهم من فقركم اوعوا تمنعوا النسل عشان انتوا فقراء بالفعل، ما تمنعوش، لأن الأرزاق دي بيد الله سبحانه وتعالى، فمن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقال للأغنياء الولد اللي جاي ده ما يسبب لكوش خوف ان يحصل لكم فقر بعد كده، ليه؟ لانه الارزاق دي بيد الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقهم، نحن نرزقكم واياهم، نحن نرزقهم واياكم. وبالتالي لا يجوز قطع النسل بالكلية لاي سبب كان، ولا يجوز من باب اولى قطع النسل بالكلية او تحديد النسل بالكلية بسبب يعني الرزق ومش الرزق والكلام ده. الحالة الوحيدة اللي تستثنى من هذا المنع الكامل هو حالة الاضطرار، أن تكون حياة الأم مهددة بخطر شديد لو حصل لها حمل أو لو بقي هذا الحمل في رحمها. طيب أحيانا يكون التحديد بمعنى التنظيم، التنظيم ما فيهوش مشكلة، تنظيم بمعنى إيه؟ ان احنا نباعد ما بين فترات الحمل والحمل، فنعطي المرأة راحة مهلة مثلا سنة سنتين اكتر،
تلاتة مفيش مشاكل، انما احنا ما بنمنعش بالكامل. والعلماء استندوا في مشروعية التنظيم ده وتباعد المسافات او المدد الزمنية ما بين الحمل والحمل، استدلوا على هذا بإباحة النبي عليه الصلاة والسلام للعزل لأصحابه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كنا نعزل، حديث جابر بن عبد الله، والقرآن ينزل. ومسألة ان احنا ننظم اشبه بمسألة العزل التي كانت مباحة، التي أباحها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. إذن في فارق بين التنظيم وهو مباعدة الفترة ما بين الحمل والحمل، ده مباح ما فيش مشكلة، وفي فرق بقى عن الحالة الأولى اللي هي مسألة التحديد، اللي هو التحديد بمعنى المنع، أو بمعنى خلاص عندنا ولد ولا اتنين كفاية. مش كانوا بيقولوا في الدعايات بقى المغرضة بتاعت هيئات الأمم والمنظمات النسائية ومش عارف الايه الكلام ده، اللي هي الأفكار واللوثات المستوردة من الثقافة الغربية وغيرها، يقول لك يعني عدد قليل أسرة سعيدة مش عارف ايه، يعني كفاية ولد كفاية ولدين، ما هو اللي بعد كده قطع ومنع، فده ما يصحش لهذه الأسباب التي ذكرتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحجة كانت في الحج وعليها هدي طبعا، متمتعة وعليها هدي، وأنواع الذبائح ما شاء الله منتشرة، وهي في النهاية سابت الكلام ده كله وراحت دفعت القيمة في شركة الرجح كما هو معلوم، أو في الأكشاك المعروفة هناك في منطقة منى وما حولها، مفيش مشكلة. المهم إما أن نذبح بأنفسنا، مش بأنفسنا نشتري وبعدين الجزار يذبح، وإما أن ندفع القيمة، وقد أجاز العلماء دفع القيمة الله يكرمهم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أختنا المتصلة كانت بنتها مخطوبة، والولد كان جايب الشبكة، اللي هو العريس يعني الشاب جايب الشبكة من قرض ربوي. قالوا لا 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 لا، احنا ما لناش دعوة بالقرض الربوي يا ابني، يلا توكل على الله، ادي حاجتك هي وتوكل على الله. ومن ساعتها بقالهم 4 سنين البنت ما فيش حد تردد عليها من الخطاب، فالزوج اللي هو الاب يعني بيقول لهم انتوا او احنا ظلمنا الولد. احنا كنا لسه بنتكلم في القرض من شوية مع البنت المخطوبة اللي سألت من شوية في نفس الحلقة، وقلنا لو هو جاب القرض من غير حاجة ولا ضرورة يبقى غلطان، بس غلطه على نفسه، احنا ملناش دعوة، لا تزر وزرة وزر اخرى، هو اللي يأثم عند الله سبحانه وتعالى فقط، انما احنا مش هنشيل ذنبه احنا. ولكن لو جايب القرض بضرورة احنا ضغطين عليه عشان يخطب لازم يجيب الشبكة، طب اصبروا، لا مفيش صبر، يا تجيب يا تتوكل على الله، فمن الضغط الادبي والمعنوي عليه اضطر يروح يجيب القرض. فلو كان جايبه بضرورة يبقى ما كانش ينفع ان احنا ناخد القرار بتاع ان احنا نمشيه ونرجعه. وفي كل الاحوال اطمئني واطمئن ايها الاب الكريم، فابنتكم سيأتيها قدرها وسيأتيها نصيبها بعد حين. مش مسألة ان هي عشان محدش جه خلال 3-4 سنين يبقى احنا بسبب المظلمة دي، طب هي ذنب البنت ايه؟ احنا اللي خدنا القرار مش هي اللي خدت القرار. فبالتالي ان شاء الله بإذن الله تعالى يأتيها رزقها ويأتيها نصيبها بإذن الله، والبنت بس تحافظ على دينها، تحافظ على صلاتها، وتحافظ على حجابها، وتحافظ على قدر يسير من القرآن الكريم، وتحافظ على ورد من الاستغفار، ان شاء الله عز وجل يأتيها نصيبها عما قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حاضر، فاضل ربع دقيقة للأخ السائل الأخير. ينفع أمنع الولد أنه يدخل بيتنا عشان هو مشاكله كتيرة وسيء الخلق وإيده طويلة؟ طبعا ينفع، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، الباب اللي يجينا منه الريح نسده ونستريح، فيجوز يا عمنا انك تمنعه. اذا كان بقى والدته عايزه تشوفه ولا هو عايز يشوف والدته، تخرج تشوفه مثلا في بيتهم الاصلي القديم ولا حاجه، ما فيش مشكله، انما يدخل عندنا يعمل لنا مشاكل ويعمل لنا مش عارف ايه، فاحنا بنقول درء المفسده اولى من جلب المصلحه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ايها الاحبه الكرام،
وقت حلقتنا قد انتهى، بارك الله فيكم، شكر الله لكم تواصلكم واتصالاتكم، جزى الله الجميع خير الجزاء، والشكر موصول لفريق العمل. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. ولا تنسوا أيها الأحبة الكرام دعم قناة الندى بالدعاء بظهر الغيب، أن يقيل الله عسرتها وأن يقيض الله عز وجل لها من يدفع عنها دينها أو يقضي عنها ديونها حتى تستمر. فنحن في مهلة معكم من اليوم إلى يوم الخميس، إلا أن يشاء الله عز وجل لنا قدرا آخر، ونحن نسلم بقدر الله وقضائه، حلوه ومره وخيره وشره، فلن يصيبنا في النهاية إلا ما كتب الله لنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.